مرحبا وهنيئا لاتحاد العاصمة بقيادة محشوق عليه جنرال، لأنه وسخ قراد جنرال ولاد الحرام، خلينا منهم ولا عبد الحق بن شيخة. يعني الشيء اللي انجزه عبد الحق بن شيخة قليل اللي داروا، بلاش حتى احنا داروا، لا حتى احنا داروا، لأنه بن شيخة في ظرف عام ربح دو شيبير. وشوف وين ربحهم، واحد في المغرب مع النهضة تاع بركان، وواحد في العاصمة في الجزائر. جمع ما بين فريقين، واحد مغربي واحد جزائري، وفرحهم وفاز معهم كأس السوبر الإفريقية. هذه الأولى، ولا واحد دارها، ولا واحد دارها، وهذا التاريخ سيسجله لعبد الحق بن شيخة. عبد الحق بن شيخة اللي في بلاده حقروه ثاني. نعم، لما كان حاج فارينا في على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جابوا من تونس، وين كان فاز بكأس بالبطولة التونسية مع النادي الافريقي، والنادي الافريقي اللي قعد 12 سنه صايم على البطوله مع الحق بن شيخة، ربح وراحوا يجيبوا فيه من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، كان ذاك الوقت حاج فارينا على راسها، غران ترافيكون، فوالا ما يروحش للحبس. جبدنا له الملفات تاعو معمره وسخ، عليه نعرفوا كاش حكايه الحبس دايرينها لتصفيه الحسابات، والاخر قام يمشي مع الواقف، هذا هما الانتهازيين. مهم بن شيخة لعبوها له وأهانوه ولا الحرام، ولكن شوف واحد اللي ربي يحبه راهو قاعد يسجل في صفحات تاريخية كاش قادر يسجلها. قلنا في ظرف عام ربح سوبر مع نادي نهضة بركان في المغرب، واتحاد الجزائر، اتحاد العاصمة في الجزائر، وفي نفس الوقت يعني من قبل كان ربح كأس لاكاف، كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يعني ثلاث تتويجات إفريقية، ثلاث تتويجات إفريقية في ظرف عام. أروح وديرها، وروح جيب لي فران دوما وحاوز عمراني من سطيف، والاخر جايب لي باتريس بومال المولوديا اللي لعبني في تقريبا كان كانوا شويه كان راح يحبطهم. ودرك نشوفوه مش راح يدير بركان، جابوا له ارمادا تاع لي جوار. سي ار بي كيف كيف جايبين واحد من برا، جيبوا المدربين الفرنسيين معقدين بعقدة المستعمر. اي نعم، ايزون لو كومبلكس دو كولونيزي هادوما. دونك عندنا مدربين ما شاء الله، تا واحد كيما قندوز بلي ديبلوم تاعو بلا قندوز، طلع مارتيك، طلع مارتيك اونترينا مارتيك، طلع حمد شامبيون ديفيزيون 2 في فرنسا، يغير علي مزيان كيف كيف ترينر دا ومرياح حسين ياحي، وعندك ما تجيب يعني لي زونترينور ما شاء الله لي يروح يجيبوا لي استمرش يجيبوا دا. واليوم اعطاهم درس بن شيخة، نو المدرب الجزائري والمدرب المغاربي بصفة عامة. مثلا العام اللي فات كان الكوكي في شباب الوزداد، ندار معاهم نتائج ما في الاخر بوزوا هادو شباب الوزداد اللي ثاني ربح كأس الجزائر مع مدرب مغربي بادو زاكي، حارس المرمى المشهور ومدرب. الحمد لله يعني لما تشوف مدربين
جزائريين ينجحوا في المغرب، ومغاربة ينجحوا في الجزائر، وجزائر ينجحوا في تونس، وآسيا ينجحوا في الجزائر. هذه هي هذيك المغرب ديالنا، يعني هذا هو المغرب الكبير، هذا هو المغرب اللي نحبوه ونحلموا به. للأسف كاين الناس قاعدة تقصر فيه اليوم. علاش أننا نركز بزاف على بن شيخة؟ لأنه بن شيخة بين بلي ماهوش من هذوك المدربين اللي يصنعوهم اللاعبين، يعني يجيب له أرمادة تاع لاعبين وينجح بهم. لا، بن شيخة هو اللي يخلق اللاعبين، هو اللي يخدم اللاعبين. واللاعبين اللي راهم في اليسما اللي ربحوا اليوم سوبر كوب، نذكر بلي العام اللي فات لما جا بن شيخة كانوا في أسوأ الظروف، انقذ الفريق وربح به سوبر كوب، ربح به لا كوب تاع لا كاف، ربح به سوبر كوب. اليوم الفريق اللي كان في أسوأ الظروف لما جاء بن شيخة، داخل ما يقبلش يحكم، كان هاوديك لأنه إنسان كفاءة وعنده إمكانيات وعنده. دونك اليوم كنا فرحانين هنيئا اتحاد العاصمة اللي يعني هو الفريق الجزائري الثاني اللي فاز بالسوبر كوب، لأنه قبل اتحاد العاصمة وفاق سطيف فاز بكأس السوبر في ظروف الله لا يشوف فيها بني آدم. سطيفية يشفاو في 2015 لما وفاق سطيف دخل غمار كأس إفريقيا للأندية البطلة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اللي كان على رأسها حاج فارينا، كان ترى في كرة فارينا اللي كانت تروح حاج فارينا، يعني أحد من كبار الفاسدين، قال الوفاق ما كان لا تروحوا ما نعاونوكمش في الكالندري. الوفاق كان يلعب جوج فرق، فريق يلعب بطولة الوطنية وفريق يلعب كأس إفريقيا، ما صاب حتى مساعدة، حتى صابوه ربح، ربح لكم دافريك، أيوا، أنا بسكو راهو مش يسوى الصيفية الأولى، بعد سوبر كوب نفس الشيء، فاز بها الوفاق، كان أول فريق يعني يفوز بسوبر كأس الممتازة، هذا التاريخ. يسجل. واليوم اليوسما اللي كان عثمان انا كان احب نقصر مع صحابي تاع اليوسما، مع حمدود محمد ولا مع قديورة، نقول لهم تبداو تربحوا الشامبيون كي بدا الارهاب. قبل كانوا ما كان والو، لحقوا سيت فينال كوب دالجيريا صاحبي، الى فالو كيديهم بالفضة الله يرحمه، يربح أول كاس مع مولودية الجزائر في 71، ومباح بعد اليوسما ربحت أول كاس ديالها مع بنفضة في سيدي بلعباس، إذا فريق راح نبوف في بلعباس السيدة. وطبعا شكون اللي كان معهم؟ عمر بطلوني، يعني البركة تاع المولودية، وهذه تاع الخوة، هذا الخوة تكون يكون مع بعضهم. والحمد لله اليوم اليوسما دارت بالماريس، وبالماريس هذا فيه ان كوب تاع لاكاف، صح صح مولودية يقول لهم هذه ماهيش تشامبيونز ليغ، هذه كوب تاع لاكاف، ما هذه كوب تاع لاكاف بصح هذا سوبر، دونك تغطي هذيك اللي دار تشامبيونز ليغ، هاو خسر مع اليوس اليوم الاهلي. فرحة كبيرة اليوم في المغرب، في الجزائر، في تونس، لأننا دم واحد، شعب واحد، كنا نفرحوا مع بعض ونحزنوا مع بعض، ونتمنوا ربي يدوم فرحتنا ويكثر من أفراحنا ويزيد يألف ما بين قلوبنا. ولما نتكلم على الدور اللي لعبوا بشيخة في تألق اتحاد العاصمة، نذكر الجميع اللي يعرفوا بن شيخة عن قرب والآخر، خاصة في المغرب يعرفوه مليح مليح، خدم بزاف في المغرب،
يعتبر نفسه يعني مغربي، لأنه عاش في وسط المغاربة وشاف واش داروا بيه. إنسان من الناس اللي يقروا بالخير، ماهوش كما العصابة تاع الحرام العراية نكارين الخير. طبعا هذوك حاجة أخرى خارجين من الأوربيت. بالشيخ الشي الميزة تاعو الكبيرة هو التواضع، متواضع بزاف، وحتى كي يظلموه متسامح، متسامح بزاف. للأسف التواضع هذا ما نشوفوه فيه عند زمان بالماضي اللي هو مدرب مليح، يعني بالماريز ديالو يهضر عليه، بالماريز ديالو يهضر عليه زمان بالماضي، ولكن فيه نوع من الغرور، فيه نوع من التكبر، وخاصة لما يربح يعود هذا راح نتكلم عليه في الموضوع الثاني، لأنه كلام خطير قالوا جمال بالماضي بعد مقابلة السنغال، كنت أنا معلقت عليه واليوم لابد أن نعلق عليه.